أكدت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة للحداثة أن بلادها تهدف للحصول على دعم مجلس الأمن لمقترحات الاتحاد الإفريقي وإيجاد فيما يخص الوضع الحالي في السودان. ما نود فعله هو الحصول على الدعم الكامل من مجلس الأمن لمقترحات إيجاد والاتحاد الأفريقي للتقدم نحو وقف إطلاق نار ومن ثم العودة للعملية السياسية. هذا وشددت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة على أهمية المساعدة الإنسانية في ظل الظروف الحالية في السودان. أول ما يجب العمل عليه هو المساعدات الإنسانية، ونحن كبريطانيا خصصنا 250 مليون جنيه استرليني لنحو 50 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية فورية. الأمم المتحدة أيضاً بقيت في السودان لتقديم المساعدات، أما الخطوة التالية هي العودة للعملية السياسية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.